مصطفى ديرة اسم المستعمرة مصطفى الجزائري 2012 نوفمبر قلعت الخليل من خالد ديرة كمال غينا ذاك اللي زاد المصايب الجزائري اللي عندنا هنا باغي يقعد مع ترهاب ما يعرفوا ما يعرفوه حتى واحد ما يعرفه ما تقبلوني كنت ندرب اطفال انا واحد تونسي شهرين دربت في بزاف ديسمبر جامي ندربهم طيبوا لهم وكلوهم علموهم سلاح علم تفكيك تركيب وضعيات احراز زحف 2013 26 جانبي اشتبكنا مع الماليين نص مات نص مشروع تمني الحبس بابا قلت 6 سنوات بعد شرحت مقبل قعدت شهرين ما كان شهرين شهر ونص دونا الواحد الحبس بعيد على باباكو 60 كيلومتر صافي المجموع كاع 7 سنين و10 شهور الحبس نتاعي جبت هاد البدله نتاع بترونا وتاع سميلة سيسي فرنسا مع اي هذاك غالي والمالي درك البدله هذه فيها 207 ارهابي و10 ملايين اورو من بعد كني سمعت 30 مليون اورو المال هذاك دعم تشجيع مساعده كي الارهاب يقوى كي ينتشر السلاح ينتشر شباب تاني يقعد في بلاده يخدم عن الافكار السلبيه و يخدم هنا يقعد هنا بلا ما يروح عند الجماعات هذه المتطرفه جهال وجانين كل واحد متشدد على رايه كتلوا في بعضهم بعض هذه جماعات مسلحه راه تقتل راه غارقه في الدم الحرام كاين فيها ممنوعات كاينين فيها ما فهم ارهاب ما فهمنا عملاء ما فهمنا والو انا دخلت تما دوخوني تدرك ندمت كاع اللي عرفتهم ندمت كاع اللي دخلت في وسطهم طيب تحت تحتي مرض 8 سنين تاع حبس بزاف عليا نقعد في بلادي خير لي.